السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا حابب اقدم لكم محتوى جديد ومختلف. دورت على نوع محتوى جديد ومختلف، لقيت نفسي صاحب محتوى بالفعل. المحتوى انا بعمله بنفسي مع زمايلي في ارقى سوبر ماركت في اسكندرية، سان ستيفانو بالتحديد. على فكرة انا عايز اقول لكم على حاجة، انا اول مرة اعمل شرح بالفيديو، فأنا محتاج دعمكم علشان أكمل بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. نرجع للمحتوى الجديد. إحنا بنقدم طعام فاخر. خدوا بالكم من حاجة، إن المقصود هنا من الطعام الفاخر إنه يكون غني بالقيمة الغذائية العالية. على قمة هذه الأطعمة السلمون المدخن، الجمبري الطازج مع صوص الفانتازيا، الكافيار بلونه الاسود والاحمر، البطارخ البلدي، توست محمص مفرود عليها جبنه سبريد مع شرايح الليمون مزينه باعشاب الروزماري. بتكون سعرها شويه مرتفع، لكن مقابل ده القيمه الغذائيه بترتفع برضو معاهم. زي ما قلت لكم، كل المكونات اللي ذكرتها احنا بنبدع في تقديمها، علشان احنا عندنا رؤيه. في الرؤية ديت بتقول الآتي: أن تكون الأرقى والأفضل في تقديم الأغذية الصحية، مع تقديم خدمة تتجاوز توقعات العملاء. مع تحياتي ليكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. شكرا، ولنا لقاء قريب بإذن الله.